سقوط سقطرى بيد متمردين والشرعية ترد ببيان يتيم. لماذا لم يقدم أحد من مسؤولي الشرعية استقالته احتجاجاً على ما حدث؟ هل تستمر الشرعية في توفير غطاء قانوني للانقلابات التي يرعاها الحلفاء؟ في صف من يقف الرئيس هادي؟ سؤال يتبادر إلى ذهن ملايين اليمنيين وهم يتابعون مسلسل تسليم سقطرى للانتقالي وسط صمت هادي وحكومته وبرعاية السعودية والإمارات كذلك. ذات السؤال الذي يبدو أن محافظ سقطرى رمزي محروس بات حائرا في الإجابة عليه، وهو يستغيث بمسؤولي الحكومة الشرعية لمواجهة تمرد الانتقالي بالأمس لكن دون استجابة. يقول متابعون إن استراتيجية هادي هذه أصبحت مألوفة في التعامل مع أي مشروع دفاع عن الدولة ومؤسساتها، من عدن إلى أبين إلى المهرة مرورا بالحديدة وتعز، وليس انتهاء بسقطرى. صمت مطبق إزاء مخططات الخصوم واستمرار في توفير الغطاء الشرعي لأجندة الرياض وأبوظبي الاحتلالية. لكن ماذا عن الحكومة؟ ماذا عن مجلس النواب؟ الأحزاب السياسية؟ هل أصبحوا جميعاً جزءاً من المؤامرة على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه؟ كمثل عدن ذهبت حديبو، المسيطر كالعادة المجلس الانتقالي والداعم دوماً الإمارات، والقصة تتكرر في أكثر من مدينة جنوبية دون تعديل. تدخل سعودي ثم انسحاب حكومي ثم سيطرة الميليشيا. والسؤال الشعبي كان ولا يزال معلقا، أين رئيس الحكومة؟ بل أين رئيس اليمن من كل ما يحدث وربما ما سيحدث؟ الأسابيع الماضية كانت محافظة أرخبيل سقطرى التي دخلت عودة السعودية منذ سنتين تعيش توترات بين المجلس المحلي والمجلس الانتقالي. تدخلت القوات السعودية كوسيط أكثر من مرة، مستحدثة نقاط لها بالقرب من العاصمة حديبو. وفي اليومين الماضيين فرضت ميليشيا الانتقالي حصارا عنيفا على العاصمة، مستخدمة المدافع والدبابات في قصفها على المدينة. وكان من المريب أن النقاط السعودية انسحبت من أماكنها لتتسلمها ميليشيا الانتقالي وتنتهي المعركة لصالحها بعد أن سيطرت على مبان رئيسية تابعة للحكومة. كان مشايخ سقطرى وعلى رأسهم عيسى سالم بن ياقوت قد اتهم الرياض بالتمهيد لسقوط حديبو بيد ميليشيا الإمارات، وبعد ساعات من تصريحه انتهت المعركة بين القوات الحكومية والانتقالي بانسحاب الأولى بعد توجيهات عليا ودخول مسلحي الانتقالي الذين أتوا من خارج المحافظة في أبريل الماضي بمدرعات تم الاستيلاء سابقا عليها من اللواء أول مشاة بحري. الموقف الحكومي لم يكن مفاجئا لدى الكثير، لكن ناقدين لأداء الحكومة لم يتوقعوا أن يكون بهذا الاستلاب، حيث لم يذكر بيان الحكومة الإمارات الداعم الرئيسي والواضح للانتقالي، كما أنه لم يحمل السعودية المسؤولية رغم أنها دخلت سقطرى كضامن وحامل للشرعية، ورغم كون قوات الواجب السعودية ظلت تتفرج على سقوط العاصمة السقطرية دون أي تدخل، وهو ما فتح الكثير من الاستفهامات حول صمت وزراء الحكومة والشكوك حول تورط بعضهم في سيناريو سقوط مدينة يمنية جديدة. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر سكايب من هولندا، دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياكم الله دكتور. دكتور، هل الشرعية، يعني نبدأ بما حدث بسقطرى، باتت من الضعف بحيث لا يمكن لها أن ترد على ما حدث بسقطرى إلا ببيان يتيم؟ إذا حاولنا أن نفهم أو نقارب هذه المسألة بموضوعية، لا يمكن لهذه السلطة أن تحدث أي فعل، نظراً لأن التحالف الثنائي السعودي والإماراتي هو الذي ينفذ الإجراءات والسياسات في الجغرافيا اليمنية، وبالتالي لا يمكن لسلطة شرعية
مستضافة من قبل أحد دول التحالف الثنائي ومنذ سنوات، ومن ثم تطلب من نفس الفاعل أن يحدث تغييرا وهو يخطط على ذلك، وبالتالي هي مشلولة فاقدة للاقتدار. يعني لا يمكن أتوقع منها أي موقف يعني مفصلي، نظرا لعدة عوامل. كانت تشاهد بناء الميليشيات والنخب وتأسيس مجلس انتقالي وطرد أبناء المناطق الشمالية وقصف الحرس الجمهوري من قبل الطيران الإمارات، كانت تلاحظ كل هذا وإعاقة الحكومة وإعاقة الوزراء، ولم تقوم بأي فعل. تم استيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني في سوق قطرة إلى آخره. وبالتالي في آخر عملية لم تسمح للجيش الوطني بالتقدم من أبيان لاستعادة عدن العاصمة المؤقتة، وأوقفت الجيش اليمني عند في أبيان وشبوة، كما أوقفت الجيش عند تخوم صنعاء. بالتالي ما الذي ننتظر حتى تكون الأمور واضحة؟ السعودية لاعب رئيس، خاصة إذا منحها المجلس الانتقالي وعود واتفاقيات غير معلنة بتسليمها شرعية مد الأنبوب عبر شبوة عبر المهرة إلى البحر العربي، وهذا هو مشروعها. وإذا قدم ضمانات أيضا في بقاء واستقرار الإمارات، بالتالي السلطة على ما بتقاوم هي غير موجودة في يعني في الجغرافيا اليمنية نهائيا. حتى الآن لدينا قطعة جغرافية هي مارب، وهي أمام حدق بها مخاطر، وهناك مدينة تعز أيضا مقسمة ويتم استنزافها. إذن لا، ما الذي ساهم في نحن الآن نحتاج إلى كيان سياسي وطني مستقل يستطيع أن يحدث توازن. رئيس الدولة لا يمكن أن ننتظره. إذا قدمت المجلس الانتقالي ضمانات للإمارات والسعودية بمنحهم ما يريدون، ونحن أمام جماعات سياسية قصيرة الرؤية ولديها مواقف عاطفية وردة أفعال وافتقار هي بعيدة المدى، ستسلم كل شيء. والحوثيين أيضا السعوديين يراهنون على حوار ثنائي بعيد عن السلطة الشرعية، وبالتالي نحن الآن نفتقر إلى وجود سلطة شرعية وسنفقد كل يوم جزء. وتلاحظ ليس هناك غياب لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية، هنا غياب للأحزاب السياسية، غياب للمجتمع المدني، غياب للشخصيات الوطنية، غياب للبرلمان ما عدا وزارة الخارجية. هذا موقف خطير، والموقف الخطير ليس فقط سوق قطرة، كان المحافظ قد تحدث قبل فترة طويلة أنهم غير قادرين على حمايتها، لكن السؤال لماذا تم التغاضي على الاستيلاء على عدن والاستيلاء على الأموال؟ يعني عندما تسمح باستيلاء والسطو على الأموال، يعني أن تمول المجلس الانتقالي كما مولتم الحوثيين في البنك المركزي، يعني أن هناك العمل، هناك تمويل في المجلس الانتقالي من الخزينة العامة الوطنية، وهناك كان تمويل. إذن المشروع السعودي يعد يعني نستطيع الفصل. أن نلاحظ هي جاءت إلى الدنيا لاستيعاب السلطة كلاب، وما تبعناه العسكريين نحن للدخول في صراع ليس من مهمتنا. هذا ما هي مهمتنا أيضا؟ أنت جئت لدعم بدعوة منها. إذن الموقف الآن لا يستدعي أن نطلب من السعودية اتخاذ موقف. نطلب الآن إلغاء العلاقة مع الاتحاد الثنائي برمضان،
تستطيع هذه أن تتحرك إلى الصين، تتحرك إلى أخرى، إلى أخرى لها مصالح، إلى عمان بشكل، إلى أي بلد. لكن السعودية والإمارات سنوات أو الأمور واضحة، ننتظر حتى لمن يعني لها. دكتور، هل يتم هذا الأمر كله بمنأى عن رغبة الحكومة الشرعية، أم أنها هي مساهمة راضية بما يحدث من تقدم للمجلس الانتقالي أو لقوات المجلس الانتقالي في هذه المناطق؟ هي فاقدة للاقتدار، لأنه تم إفقاد هذه القدرة للسلطة السياسية والقدرة للنقاب تدريجياً من خلال تجفيف موارد الدولة، بحيث تعتمد الدولة بمرتبات على دول التحالف الإماراتي السعودي، بحيث لا تستطيع أن تحدث قرار مستقل. النخب اليمنية قاموا بتمويلها بدعم ومالي، بحيث أصبحت تعيش في الخارج ومحتاجة لهذا الدعم، وبالتالي أصبح أي موقف وطني له ثمن، هذا الثمن مرتبط بمعيشة النخب المتواجدة في الخارج، وبالتالي هم أفقدون القدرة تدريجياً. السلطة الشرعية من جانب تم إضعافها تدريجياً، بحيث أنهم صادروا حقها في صناعة القرار السيادة، وقاموا بإحلال سلطة واقعية أخرى في المناطق الجنوبية في العاصمة المؤقتة، قاموا بتجفيف الموارد وبنفس الوقت استنزاف الشعب اليمني وتجويعه وخلق نزوح، بحيث يصبح هذا الشعب يبحث فقط، ليس له مطالب أكثر من أن يعيش بشمال بجنوب وبأربع دول يمنية، المهم تريد العيش والاستقرار. وهذا تم تدريجيا. لكن لاحظ، رغم كل هذه المآسي، الشعب اليمني في الشمال والجنوب في الأقصى في الشرق والغرب يبحث عن الدولة. ولهذا عندما يتقدم الجيش الوطني باتجاه عدن، تخرج الجماهير تبحث عن سلطة شرعية. وفي صنعاء، إذا ما تقدم الجيش باتجاه صنعاء ستنتفى بصنعاء. لكن هم يدركون هذا، عرقلوا عودة الحكومة، عرقلوا تحرك الوزراء، أبقوا رئيس الدولة في الرياض عاجز، أفرغوا من قيمته الرمزية ومن نخوته ومن وطنيته، لدرجة أصبحت شك هل هو على قيد الحياة؟ لماذا؟ وهذا هو يسمى بتآكل رئيس الدولة ككيان بيلوزي، كرمز دولة وكرمز للسيادة. كما أننا الحكومة أصبحت ضعيفة وتابعة ومجلس الشورى على عقد اجتماع في جغرافيا وطنية، ذلك أول خطوات واضحة. أي خطوة إيجابية على الحركة الوطنية لمن حركة الداخل أن تنسق قدراتها وتنظم برنامجها ليتحول إلى من برنامج إلى فعل. على مجلس الشورى أن يتحرك، ولو أصبح ومع البرلمان أن حتى كأصوات فردية لم نسمع شيء إلا بعض الأصوات، على المجتمع يتحرك. نحن أمام تمزيق اليمن إلى أكثر من جغرافيا وهوية، نحن أمام إنهاء السلطة الشرعية وسكوت دولي موافق، لأن هناك مرجعيات وهناك قرارات معيقية للانتقال. المجلس الانتقالي أعاق عودة السلطة وإحداث تحول وانتقال، كما الحوثيين استفادوا في السابق إلى الذهاب إلى التفاوض وتم طرف من أطراف النزاع، لكن المجلس الانتقالي الدولة عندما تدرك أن قطرة قامت الأراضي تنظيم، تعلم أن لم يغادر الجغرافيا الإنسانية، وتم تزويد المجلس الانتقالي بأسلحة نوعية، ماذا هذا الصمت؟ وهذا الصمت بعيد، يعني منذ تأسيس النقاب والأحزمة ومنذ إعاقة السلطة، هذا السكوت التدريجي يؤدي إلى
ما نحن عليه الآن. لذلك أي موقف من السلطة الآن لا ينفع بيان، ولا ينفع أن نقول للجمهور اليمني أن الإمارات، الكل يعرف أن الإمارات هي التي تنفذ وتقود وتمول. السعودية موافقة بوضوح الآن. طيب هذه النقطة أريد رأيك فيها بشكل أكبر أو مفصل بشكل أكثر. كيف تقيم موقف السعودية في سقطرى فيما يحدث في المحافظات الجنوبية ومن المجلس الانتقالي؟ السعودية واضحة الآن، هي مع المجلس الانتقالي، هي التي يعني هل يمكن لمجلس الانتقالي يعلن تأسيسه، وهل يمكن أن الإمارات تؤسس نخب وأحزمة وتمنع الوزراء وتقصف الجيش الوطني والسعودية غير موافقة؟ هل يمكن للسعودية أن يتم إعلان حكم وإدارة ذاتية في عدن دون موافقة السعودية وهي معنية في الأمر؟ هل يمكن أن تسمح السعودية ببقاء أسلحة نوعية؟ يعني المسألة في غاية الوضوح. أنا أتحدث أحياناً أو أناشد السعودية كأشقاء، لكن كنا هذا في إطار إيصال رسائل، توضيح أفكار. لكن الآن المسألة واضحة، السعودية أكثر شراسة وأكثر تأثير وهي من تخطط لقسمة اليمن أكثر من الإمارات، لأن السعودية هي التي استدعتها الإمارات، السعودية هي التي قامت بإحلال الجيش السعودي بديل عن الإماراتي وأوهمت السلطة الشرعية أنها تحميها. السعودية إذا أرادت أن تقول للمجلس الانتقالي لا يمكن لها أن تعلم مجلس انتقالي إدارة ذاتية، ولا يمكن للإمارات أن تتحرك وهي تعلم الآن أول خطوة تعملها سلطة الشرعية على الأقل إعلان لمجلس الأمن بخروج الإمارات بشكل نهائي وإنهاء العلاقة مع السعودية بشكل تدريجي حتى تجد السلطة حليف بديل، رسالة للداخل اليمني الدفاع. يعني لازم طبعا كثير يتحدث يقولون نحن تحت الفصل السابع وبالتالي هناك إشراف دولي، نحن بحاجة إلى فعل وطني، بمعنى أنه لا يمكن تنتظر مصير الشعب اليمني. الدولة تتقسم. نحن نتكلم عن من دكتور؟ نحن نتكلم عن من؟ عن الحكومة؟ يعني أنت بتصورك أن أعضاء الحكومة الآن مجتمعين للتباحث حول كيفية الخروج مما حدث في سقطرى؟ لا أعتقد أن أحد من أعضاء الحكومة الآن، أعضاء الحكومة الكل ينتظر موقف السعودية، الكل يناشد، وبالتالي هم أضعف مما تتوقع، لأن كلهم أصبحوا شخصيات ضعيفة لا تشكل كيان، فاقدة حتى للحامل الجماهيري. يعني الدول التحالف عملت خلال 5 سنوات على إفقاد الحكومة والسلطة الانتقالية حاملها الجماهيري، بمعنى أن يكون لها ثقل، ومع ذا ما زال إذا ما عملت موقف إيجابي الشعب سيقف بقوة مع أي قرار تتخذ الحكومة. الآن الوزراء ينتظرون، رئيس الدولة السعودية، وزير الخارجية السعودية. نعم دكتور. أين النخب اليمنية؟ أين الأحزاب السياسية تعلن بيانات واضحة وتغادر الرياض؟ يا إخوان، البقاء في الرياض ومطالبة الرياض مضيعة للوقت، وبالتالي مغادرة الرياض إلى مأرب، مغادرة الرياض إلى حليف آخر هو الذي سيغير المعادلة. السعودية لن تستطيع أن تفرض على الشعب اليمني أجندتها، ولن تستطيع بكل قوتها المادية أن تجبر الشعب اليمني على هذه الشاكلة وتهين كرامة الشعب اليمني وتجزي سيابته وتقسمه وتهين جيشه الوطني. الجيش الوطني قادر على المواجهة، وبالتالي علينا كنخب يجب لابد أن نوجد قوة موازية تضغط على السلطة. الآن السلطة وحيدة، ولا توجد أي كيان وطني، لا حزبي، لا مجتمع مدني، لا شباب الثورة، حتى هناك الذين كانوا في الساحات يشكلون بيانات. طيب هذا المحور سنتحدث عنه لاحقا دكتور، دعنا نشك في معنا في الحوار الدكتور عصام شريم عضو مجلس الشورى الذي انضم لنا عبر السكايب. أرحب بك دكتور عصام. محافظ سقطرى يقول إن المحافظة تعرضت لخذلان، من المقصود هنا برأيك؟ والله مقصود، أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم
وفي حقيقة كلامك صحيح. الأمر إذا عددنا الذين خذلوا المحافظة أو خذلوا اليمن واليمنيين منذ بداية الأزمة أو بداية الحرب، فلن تكفينا حلقتك كاملة. لكن في حقيقة الأمر الذين خذلوا سقطرة، نبدأ من القيادة العليا للدولة وننتهي بأصغر يعني جندي في التحالف أو في قوات الواجب أو ما تسمى بقوات الواجب السعودية. الأشقاء في السعودية ذهبوا إلى سقطرى يعني كمفارعين زي ما نقول بالعامية، على أساس أن الإمارات هي التي تعبث هناك وهي التي تحاول أن تبسط يعني سيطرة لقوى غير حكومية أو غير نظامية، وجاءت السعودية على أساس أنها ستحمي الدولة والشرعية وستثبت الأمن والاستقرار كما تدعي. بعد مرور سنة من هذا الخلاف نلاحظ أن القوات السعودية أو قوة الواجب السعودية التي ذهبت إلى سقطرى بدون أي مبرر أساساً، يعني اليوم تسلم القوات التابعة للمجلس الانتقالي، والذي أساساً هي قوات متمردة، سواء كانت هذه القوات تتبع الإمارات أو غيرها، لكن هي قوات في حقيقة الأمر متمردة. حتى بعيداً عن هذه، هي ترفع علم غير العلم الذي جاءت القوات المشتركة أو قوات التحالف العربي لتقاتل وتنضوي تحت إطار هذا العلم. اليوم دخلوا رجال الانقلاب أو قوات الانقلاب إلى مقرات المحافظة والأمن وكافة مؤسسات الدولة والمواني والمطار تحت مرأى ومسمع القوات السعودية. إذن أي شرعية تتحدثون عنها؟ عندما يتحدث المحافظ عن خذلان سقطرة، سقطرى خذلها الجميع، سقطرى هناك تقاتل بعيدا، ولا فيها حوثي ولا فيها ايران ولا فيها شيعه ولا فيها فرس، ولا على من نكذب؟ الى متى سنستمر نكذب على انفسنا ويعبثون بنا ويحولوننا الى ببغاوات نغني هذه الاغنيه وايران وما. يا اخي ايران لديها اكبر عقود صفقات تجاريه مع الامارات، وغدا ايران او غيرها، اليوم المسؤولين السعوديين يتفاخرون بانهم يتفاوضون مع الحوثيين، اذا من نقاتل نحن؟ نحن اولى بالتفاوض مع الحوثيين يا اخي من السفير السعودي ومن محمد ال جابر ومحمد بن سلمان، نحن اولى يا اخي. اليوم الحوثيون فرس وغير يمنيين، ونحن ندندن بهذه الاغنيه، وغدا اذا ما اتفق محمد بن سلمان او ال جابر مع محمد عبد السلام ووقعوا اتفاق ما، سنسعى للتطبيل ونذهب لكي نعيد صياغة يمنية الحوثيين وانتمائهم للوطن اليمني. هذا كلام فارغ يا أخي. علينا كيمنيين طالما أدركنا حقيقة ما يدور، يصبح الاستمرار في هذا الخط هو فعلا استرزاق وخيانة وطنية، ونتحمل جميعا مسؤولية كافة الدماء اليمنية التي تسيل كل يوم، والتي يعني يقصفها التحالف بطائراته، والتي ويزهق أرواح الأطفال والأبرياء في صنعاء وفي صعدة وفي عمران، بحجة أنه سيعيد عبد ربه منصور. يا أخي عبد ربه منصور هادي من أبيان، عيد عبد ربه منصور هادي إلى زنجبار وجعار وعلى عيني وراسي، وإحنا من بكرة نرجع قناة العربية نغني لكم تقصفوا صنعاء. عيب الكذب، عيب. يعني نحن لسنا أطفالا، ولا تستخفوا بعقول الشعب اليمني. الشعب اليمني هو أقدم وأكثر حضارة وأعمق منكم، وأنتم المستحدثون، وأنتم من أتيتم حديثا اليوم تحاولون أن تعبثوا بهذا الشعب العريق وبهذه الأمة التي لها حضارتها وتاريخها، وتستخدمون الناس بالدراهم والريالات. لكن أنا أوجه رسالة من خلالكم لمن تبقى من شرفاء القوى الوطنية والنخبة في اليمن، نحن يجب أن نفرق بين أن نعترف بشرعية الرئيس هادي وبين أن نعارض هذه الشرعية. لا يعني كما قال الدكتور، كما قال ضيفك الكريم، هناك فرق بين أن نكون ضد شرعية هادي أو لا نعترف بها كما يعمل البعض، أو أن نعترف بهذه الشرعية كونها مؤسسة وحيدة. يعني الآن 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 دكتور، الآن دكتور، ومع هذه الظروف، مع هذه الظروف التي يعيشها اليمن، مع ما حدث في عدن قبل، ما يحدث في أبين، ما حدث في سقطرة، وربما سيحدث في أماكن أخرى، ما هو الفرق يتساءل المواطن العادي؟ لا يوجد أي فرق. سلمت عدن، لا أنا أتحدث عن التعامل مع الشرعية أو الاعتراف بالشرعية وعدم التعامل معها وتقبله. لا
لا يوجد اعتراف بالشرعيه. لو كانت المملكه العربيه السعوديه تعترف بالشرعيه وبسلطه هادي لكان رئيسا في المعاشيك وليس في احد قصور ال سعود في الرياض. عندما يصدرك قرار جمهوري للتعيين وتؤدي اليمين الدستوريه في احد قصور ملكيه. عندما نتحدث عن رفض حكم الفرد وتسلط عبد الملك الحوثي وان هذا نظام ديماغوجي وان هذا نظام يعني ديني يعني مستبد وانه يعني يمثل حاله من الاستبداد والفرديه، نحن نتحدث عن انظمه يعني ليش الرئيس هادي الان يسكن في البيت الابيض؟ المملكه العربيه السعوديه او مشيخه الامارات او غيرها هي انظمه فرديه وتحكمها اسر، يعني ولا يمكن أن تنتظر أن فاقد الشيء يعطيه، أن نظام ملكي أسري يقيم يعينك لاستعادة الجمهورية. وهذا الكلام واضح، والتاريخ القريب في ثورة سبتمبر يشهد من كان مع الجمهورية ومن كان ضدها. نحن ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية واستنجدنا بهم باعتبار أن هناك بعض العوامل المشتركة تجمعنا بهم، باعتبار أن إيران هي خطر مشترك تمثل خطرا عليهم، وبالتالي الحوثي كحليف إيراني يمثل خطر علينا. فقلنا أن هذه الحالة من المتناقضات الموجودة سيستفيد منها الشعب اليمني في حربه مع الحوثي، لكن للأسف الشديد الجماعة لا هم حول إيران ولا هم حول شيء، الجماعة ينفذون مخططات أجنبية بتقسيم المنطقة وإعادة توزيعها، وسيحصدوا من وجهة نظرهم بعض الغنائم. هنا الإمارات ستأخذ عدن أو ستأخذ الميناء وستأخذ جزيرة سقطرة، والسعودية ستمد أنبوبها عبر المهرة. لكن أنا أكد لك أنه حتى لو ذهب هادي وذهبت شرعيته، العشر سنين والعشرين سنة والخمسين سنة في عمر الشعوب ليست شيئا وفي التاريخ ليست شيء، وتأكد أن الشعب اليمني سينتفض في مرحلة ما وسيلتقي الناس بقواها الحية. وأؤكد على مطرح ضيفك الكريم أنه يجب أن تتشكل حالة من الحراك الجماهيري، سواء مؤسسات المجتمع المدني، لابد من الأحزاب القوية، لابد من إعادة يعني استنهاض همم النخب والكتاب والمثقفين، لابد من تأسيس حالة من المعارضة الإيجابية لسلطة الرئيس هادي، مع الاعتراف بهذه الشرعية والذهاب للبحث عن أوراق أخرى للحفاظ على ما تبقى من اليمن ووحدته وحفاظ على أمنه واستقراره. طيب يعني هذه النقطة كانت قد طرحت ربما قبل ذلك دكتور عصام، يعني الحديث عن من يمكن كيف يمكن تعديل أو تقويم سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتوجيهها ويعني مراجعة أعماله وما شابه. لكن الآن السؤال، وأنقل هذا السؤال للدكتور عبد الباقي شمسان، يعني دكتور أين هو دور المؤسسات الحكومية الأخرى، مجلس النواب مثلا، الأحزاب السياسية مما يحصل في سقطرة؟ إلى الآن لم يصدر أي موقف منها، هل تتوقع أن يصدر أي موقف منها؟ كما قلت لك احنا الحد الادنى هو المواقف والتصريحات، لكن عندما نحلل بموضوعيه ومصداقيه ما هي مكونات الدوله، السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه والاحزاب السياسيه كاحد المكونات الرئيسيه في اداره الشان العام، هم قاموا بابقاء الرئيس السلطه التنفيذيه في الرياض، إضعاف الحكومة وعدم عودتها بالكامل إلى الداخل، إعاقة تحركة الوزراء، عدم السماح للمجلس البرلمان بعقد، هذا كان عمل استراتيجي. ولا أدري كيف أعضاء مجلس النواب والسلطة الشرعية قبلوا هذا، كيف يمكن لدولة استدعيتها للتدخل تقرر متى أين تجتمع ومتى تجتمع وما هي الأجندة؟ إذن هناك كثير من الأخطاء. الآن أي بيان لن يعيد سقطرة، أي بيان يعني، لأنه كما قلت لك أن هناك كثير من الشخصيات تم السيطرة عليها بواسطة التمويل، ليس هناك استقلال، هناك لا يمكن لحكومة في المنفى وخاصة في دولة مثل السعودية أن تحدث تغييرا، أو خاصة قربناها الآن الموقف يصدروا بيانات لكن لا نتوقف عند البيان، لابد من حركة في أوروبا إلى مجلس الأمن، لابد من
إيجاد، وأتفق مع الضيف، حول إيجاد حالة من المعارضة للسلطة الشرعية الإيجابية تساهم في الضغط، بمعنى تحرق دول التحالف وتفضحها ولا تحرق السلطة، وبنفس الوقت تضغط عليها لاتخاذ مواقف. الحامل أيضا الحامل الجماهيري، لدي معلومات الآن أن في تعز المدينة هذه بعض يرى أنه لو كان الحوثيين دخلوا أفضل من اللا دولة اللا سلطة، وهذا خطير. نحن بحاجة إلى حامل جماهيري. ما هو النموذج الذي قدمته هذه السلطة؟ تعيين فاسدين مقيمين في الخارج من الحكماء، تعيين يعني غياب تام عند الأحداث الكبرى، إضعافها تدريجيا، ضعف في الأداء، غياب، ومع ذلك هناك استعداد في تعز، في عدن، في صنعاء لاستدعاء الدولة وطلبها، لأن في صنعاء ميليشيات فوق وطنية وتستمد حقها من الحق الإلهي، وفي عدن جماعة أخرى. نحن أمام مشاريع إقليمية، المجلس الانتقالي مشروع إقليمي سعودي إماراتي، والمشروع الحوثي مشروع إيراني. أين المشروع الوطني اليمني؟ لا يوجد مشروع وطني. طيب. إذن نحن في هذا التوقيت نحتاج إلى أعضاء البرلمان يخلقوا الحالة، هذه الحالة يخلقوها الآن ببيانات، بتجمعات، بكيانات، تجمع أحزاب سياسية، تجمع مجتمع مدني، حركة، هذا حتى واستدعاء الداخل وكيفية ممول الحركة في الداخل بعيداً عن دول التحالف. دول التحالف الثنائي هي العدو الواضح للشعب اليمني، هكذا بوضوح. السعودية والإمارات هي عدو واضح وصريح إلى جانب إيران. طيب، عن الدور، عن دور الأحزاب، عن دور وما الذي يجب يحدث سنتحدث بعد قليل، لكن قبل ذلك دعنا نشك في الحوار دكتور عبد الباقي. سيد عبد الله بداهن الناشط السياسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من سقطرى، أرحب بك سيد بداهن. بداية يعني لو توجزنا بتفاصيل ما حدث أو ما حدث في سقطرى بالأمس، كيف حصل ما حصل؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. الجميع يعلم ويعرف بأن ما حدث في سقطرى هو نموذج مكرر لما حدث في عدن بالأمس القريب، وما قبله ما حدث في صنعاء، وأنت تعددت المسميات والطرق، ولكن في الأخير هو ذات الإخراج والمخرج وذات النتيجة. للأسف ما حصل في سقطرى يوم أمس هو امتداد لما حصل في مايو 2018 أثناء الإنزال الجوي الذي قامت به الإمارات. كان حينها قد مرت سنوات والإمارات تعمل وتجيش، والإمارات تبني وتشتري الأراضي، والإمارات تعمل على إحداث فجوة وشرخ مجتمعي واستقطاب حاد لم تمر به سقطرى منذ تاريخها ومنذ عقود. ما حصل في سقطرى كلها تراكمات أدت إلى ما نحن عليه اليوم، وبالتالي ما حدث يوم أمس هو اكتمال ما يمكن أن نقول عنه اكتمال الشهر التاسع للجنين، وبالتالي خرج علانية للعالم أجمع بأنه ولد هذا الجنين الذي أكمل كل المراحل التي نما فيها في بطن المؤامرة التي عدت وأريد لسقطرى أن تكون محطة من محطات السقوط المتتالي لمؤسسات الدولة ولأجزاء الوطن. طيب، ما رأيكم كسقطريين؟ كسقطريين ما رأيكم من موقف الشرعية من أحداث أمس؟ كسقطريون هناك تقسيم لهذا، للإجابة على هذا السؤال على شقين. الشق الأول فيما يخص الشرعية المحلية المتمثلة بالسلطات المحلية، وعلى رأسها رأس المحافظ رمزي محروس حفظه الله،
ومن حوله من قيادة الشرعية الأمنية والعسكرية والمدنية موقفهم واضح لأبناء سقطرى جميعا ولليمنيين أجمع وللعالم بأنهم كانوا منذ الوهلة الأولى في مناصبهم ومواقعهم بأن الخطر موجود وعلى الجميع أن يتدارك الأمر، لكن للأسف تأتي الإجابة على الشق الآخر وهي للأسف لم يجد هؤلاء الأحرار ومن خلفهم أبناء سقطرى لم يجدوا إجابة واضحة واهتمام واضح بما يجري في سقطرى من مؤامرة ومن الإخراج الذي يعد لتكون النتيجة على ما كانت عليه أمس وما ستتوالى أسوأ وأسوأ. طيب أمام ذلك سيد بداهن، أمام ذلك ما هي خيارات الشق الأول، أقصد رمزي محروس المحافظ ومن معه والمواطنين الرافضين للانتقال في الجزيرة، من موقف الشق الثاني من إجابتك ومن موقف التحالف أيضا؟ صريحا قالها المحافظ رمزي محروس اليوم في البيان الذي صدر على صفحته الشخصية بأن ما حصل هو انقلاب واضح على ومستمر الأركان على مؤسسات الدولة، وما يحصل في سقطرى هي فوضى يريدها الانتقال ومن خلفه لسقطرى. ثم أردف بأن هناك خذلان واضح لم يحدد مسمياته لكن أو جهته، لكن من الواضح أنه يقصد خذلان الشرعية اليمنية والتحالف العربي برأسه وهي المملكة العربية السعودية خاصة وأن قوتها موجودة على الأرض في سقطرى، وهي التي للأسف إن لم تكن متواطئة فهي على الأقل على الأقل وهو قليل بأنها ساعدت أو غضت الطرف عما حصل. شكرا لك سيد عبد الله بداهن الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من سقطرى. بالعودة إليك دكتور عصام شريم، في سياق الحديث يعني الآن يبدو أن هناك يعني هناك كثير من يتحدث جميع المؤسسات الشرعية تخذل اليمنيين، توفر غطاء لمشروع التحالف التقسيمي في اليمن. ما هي خيارات الشعب اليمني لمواجهة هذا المصير؟ دعني في البداية اسمح لي أن أعلق على الصورة التي جاءت في خلفية التقرير أو في أثناء المداخلة. دائما المجلس الانتقالي وبإعاز طبعا لانهم يعني هم قليلين خبره في العمل السياسي ده، فبإعاز من السعوديين ومن السفير والمخابرات يقتحمون مؤسسات الدوله ويسقطون شخص هادي ويهينوه في مؤسساته التي يمثلها، ثم يرفعون صوره عبد ربه منصور هادي ليعزوا اليه انهم لا زالوا أنه أنت أبونا، يعني كأن القضية قضية قبلية وأنت شيخ القبيلة ولا أنت جنوبي ومننا وفينا، بس أنا ما نستيش إلا الدحابشة. يعني القضية قضية دولة. عبد رب منصور هادي هو ليس نبيا ولا آلهة، هو رئيس رمزية، رمزي بدليل أنه حتى رئيس لمؤسسات ما عادش موجودة، لكن هو رمزية. طالما عبد رب منصور هادي سقطت المؤسسات التي يرأسها أو يمثلها، فسكتت رمزيته، علق صورته، علق يعني أطرحها في كوفيا، حطها في الجاك. القضية قضية إسقاط مؤسسات يرأسها هذه المحافظ معين من عبد ربه منصور هادي. عندما يعتقل المحافظ أو يشلوه في الأخير، السعوديين حطوه في معسكر التحالف، يقول لك لا، لكن احنا سنقوم بإيصال المحافظ إلى الرياض. هو محافظ سقطرى ولا محافظ الرياض؟ تكذبوا على من؟ عيب. يعني هذا محافظ سقطرى وانت جئت بقوات تقول انك تحمي شرعيه هادي، هذا ولا موظفين عند عبد ربه منصور هادي وهذه شرعيته؟ استحوا على انفسكم يا اخي، والا على اليمنيين ان يستحوا. يجب علينا ان نخجل من انفسنا كنخب واننا نحمل صفات في الاخير معيبه علينا تاريخيا حتى امام الاجيال القادمه. يا اخي عيب، يجب ان نعمل على تاسيس، يعني نتنادى يا اخي ونتداعى الى تشكيل كيان وطني. يعني ما نقولش معادي يا أخي، هم شكلوا مجلس انتقالي بالدراهم الإماراتية وفي يوم وليلة تحولوا إلى سلطة وأمر واقع بالجيش الذي يمتلكوه في الأرض بالأموال الإماراتية وبرعاية سعودية. نحن لا نذهب إلى تأسيس ميليشيات، نذهب إلى تشكيل كيان
نخبوي محترم من كافة القوى السياسية يتحمل مسؤولية المعارضة الإيجابية لسلطة عبد ربه منصور هادي، ويعمل على البحث في إيجاد بدائل. يعني عبد ربه منصور هادي ليس آلهة، هو رئيس انتخب لمرحلة معينة، أوكي دخلنا في انقلاب وسلبت منه الشرعية واستعنا بالأشقاء من أجل عينون، طيب طلعوا ذولا ما معهمش نية لإنقاذ اليمن، هل ننتظر ونجلس نتفرج حتى تضيع البلد؟ ولا على الناس أن تتداعى وتبحث عن بدائل وتعمل على إعادة تأطير نفسها وتشكيل نفسها في كيان، يعني كيان أيا كان هذا الكيان، سواء مؤتمر وطني جامع، يعني كيان للمعارضة يجمع المؤتمر والإصلاح والجن والعفاريت والمثقفين والدكاترة والناس كلهم، ويأتوا الناس بحلول. يا أخي أنا أتوجه بسؤال، أين سلطان البركاني؟ أين مجلس النواب؟ أين أعضاء مجلس الشورى وقياداتهم؟ أين العقلاء في اليمن؟ لماذا كل هذا الصمت بما يحدث؟ البلد تضيع، كفاية وإحنا جالسين نكذب وندندن. عبد الملك العوذي، الفرس، إيران، جدتي عيب. أين هي إيران الآن مما يحدث في سقطرة؟ الذي يحدث في سقطرة سرقة إماراتية سعودية لمقدرات اليمنيين. يا أخي حتى لو كانت هذه الجزيرة جنوبية الجنوب يستقل، ليس بالاحتلالات وبالبلطجة. عيب، يذهبوا بالناس إلى مخرج ويحققوا أهداف العاصفة الذي قالوا عنها حزما وهي حزنا، ومن ثم يذهب اليمنيين إلى استفتاء، وإلى حتى لو يبحثوا حق تقرير المصير للجنوبيين ما عندنا مشكلة، لكن ليس في هذه الظروف التي تذهب اليمن في تشظي وحالة صراعات وخلق ميليشيات بين كل مدينة وأخرى للتناحر، وكل شوية معنا حرب ومعركة جانبية في مدينة يمنية. شكرا لك دكتور عصام شريم عضو مجلس الشورى، كنت معنا عبر السكايب. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي شمسان، يعني ما هو مستقبل البلاد على ضوء هذه التطورات الأخيرة؟ ما الذي تتوقعه خلال الأيام المقبلة؟ سأجيب على جزئين، الجزء الأول سأعلق سريع وبعدين سأضيف الاستشراف ومرتبط مع بعض. تفضل. اولا انا اتفق مع الضيف في الطرح بايجاد كيان وطني ايجابي يحافظ على السلطه مؤقتا وينطلق من دراسه اليمن في وضعها الحالي تحت الفصل السابع، بمعنى ستلاحظ ان هناك غياب لمجلس الامن، وهناك حديث عن تجزئه التسويه، هناك ستوكهولم للمناطق الشماليه، هناك اتفاقيه الرياض ل المناطق الجنوبية، هناك صمت عما يحدث، هناك انقلاب على السلطة. الفصل السابع مجلس الأمن لا تعليق لا تدخل، لا موقف واضح. إذن من صاحب هذا الإشكال؟ هو الشعب اليمني. إذن لابد من الكيان الذي سيتأسس، وأنا أدعو إليه بسرعة، ودي الآن كثير من الشخصيات تتواصل وتتحدث عن إيجاد هذا الكيان، وأتمنى أن أوصل هذه الرسالة من خلال قناتكم. هذا عنصر رئيسي. إذن لدينا الفصل السابع، لدينا كيان سياسي وطني جزء 80% منه في الداخل 20% في الخارج مهمته التواصل، وإلا سنذهب نحو الحالة الصومالية، بمعنى أن سنكون مجموعة من الدويلات، يعني حتى عدن والمناطق الجنوبية لن تكون جمهورية اليمن ولا الجنوبي، والا هذا لن يحدث، انه سيتم هناك صراع اقليمي، هناك موجود عمان، موجود الامارات، السعوديه، الحوثيين، ايضا الحوثيين هناك تصريح يقول لن يسمحوا، سيتحركون وسيلتحق بهم مجموعه كبيره من الجماهير اليمنية تحت شعارات وطنية لمواجهة الاحتلال الخليجي لتحرير البلد، الوحدة، سيمنحهم وقود جديدة للاستقرار. إذن نحن أمام أيضا في عنصر آخر، عنصر الفراغات الأمنية والاتفاقية التي تحرك بها الإمارات خلال اتفاق مع بريطانيا وأمريكا على مكافحة الإرهاب، وأنها وجودها في اليمن لعلاقته بالتحالف الثنائي له علاقة مقربة. من المحتمل أن تتم عمليات وقرصنة وقص من أساطيل، هذا سيسد الساحة للجغرافيا اليمنية الدول. لذلك إذا لم نتحرك نحن هشة
وتشظيا فرع المجلس ويلات. شكرا لك دكتور عبد الباقي شمسان استاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا عبر السكايب من هولندا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.